السلام عليكم جمهوري الكريم داخل الوطن وخارج الوطن. خوتي الحكايه كبرت بالبزاف، طاح الكي وبلغ السيل الزوا. حكايه تعود من 2017. الاخ بالطالب احمد عين صبرا ولايه المنيعه حطوه باللي جندي راكم عارفين من كاين الصوص باللي يحارب ضد خوتنا الفلسطينيين. هو القصة من سنة 2017، هو ضاعت له بطاقة التعريف الوطنية، دار عليها منشور في صفحة الفيسبوك باللي بطاقة التعريف تاعه ضائعة. راحوا داروا له ذكاء اصطناعي كما راهم يقولوا، وداروا له مسكين هذه الخدمة هذه اللي لا حول ولا قوة إلا بالله، باللي يردوه باللي جندي إسرائيلي يحارب ضد خوتنا الفلسطينيين. سيد خرج لهم فيديو وهو حي يرزق، قال لهم أنا عمري ولكن عندي جواز سفر، عمري ولا خش أرض الوطن. هو يطالب السيد الرئيس عبد المجيد تبون دخل في تدخل لي القضية تاع خوتي. هذه قضية حساسة كبيرة بزاف ما نسكتوش عليها خوتي. هذا خونا راكم شايفين جوارينا هما اللي داروا هذا المشكل بنسبة 100%. مسكين خونا هذا خسروا له السمعة تاعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسكين هو أصلا شاف المنشور اللي داروه عليه مخلع. إذا خوتي يجب السلطات التدخل في القضية تاع الأخ بن طالب أحمد. دارت أصبحت قضية الإعان، كل العالم راه يحكي عليه. حنا الجزائريين شرفاء ما نديروش هاد الخدمة هادي. حنا الجزائر رجال، بلد الرجال، بلد شهداء الأبرار. كامل رانا منضمنين مع خونا أحمد، والشعب الجزائري كامل راه معاك، والأمة العربية الحرة اللي تحارب ضد إسرائيل وضد الكيان الصوص راه معاك خويا أحمد. انت يا جزائري وراك في بلد الشهداء خوتي، يجب نوقفوا مع هاد خونا أحمد بن طالب اللي لا ولا هاد الخدمة هادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما تنساوش البارطاج خوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.